اوكي كثير منكم طلبوا مني انه اعمل فيديو اليوم، وهو انه اعمل اكبر كوكي. المشكلة انه الفرن اللي عندنا بالبيت صغير مش حينفع، فهذا معناه انه هحتاج اصنع فرن الخاص. بس التحدي في فيديو اليوم هو انه اصنع الكوكي بسلام. خلونا نبدأ الفيديو. في فيديو اليوم حنحاول نصنع أكبر كوكيز في العالم، صناعة في المنزل. فيديو اليوم مهم جدا لأنه فيه تحدي صعب. يوتيوبرز كثير عرب وأجانب حاولوا أنهم يعملوا أكبر كوكيز في العالم صناعة في المنزل. في بعضهم نجحوا وفي بعضهم فشلوا. حجم أكبر كوكي في العالم صنع في المنزل الآن هو 45 سنتيمتر. فاللي حنسويه اليوم هو أنه حنحطم الرقم القياسي وحنصنع كوكيز عملاق، لأنه في مختبر آياتي إحنا نحاول ونصنع أكبر الأحجام. أول حاجة لازم نسويها هو أنه نروح نشتري الأغراض. طبعاً لقيت في السوق نكهات مختلفة مثل كوكي بنكهة الفراولة والأناناس، بس أنا أحب الشوكولاتة، فأكيد قررت أنه أعمل الكوكي بنكهة الشوكولاتة وأخذت كل الكمية اللي عندهم بالسوق عشان نصنع الكوكي العملاق. على حسب التعليمات اللي مكتوبة على العلبة هنا مكتوب أنه حنحتاج بيضة واحدة وقطعة زبدة واحدة لكل علبة، وإحنا عندنا اليوم 20 علبة، وكل علبة من هذول يساوي تقريباً 36 قطعة من الكوكي بالحجم الطبيعي، وهذا معناه إنه لو استخدمنا 20 علبة، رغم إنه ممكن أروح السوق واشتري أكثر من 20 علبة لأنه أنا عايزة إنه الحجم يكون كبير جداً، هيكون الكوكي العملاق يساوي 36 ضرب 20 كم؟ شت دقيقة. Hey guys، لو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، شكرا كثير. قطعة الكوكي العملاقة اللي حنصنعها اليوم حتساوي 720 قطعة كوكي بالحجم الطبيعي، لكن زي ما قلت لكم لو ما عجبني الحجم طبعا حزيد من الكمية وحخلي الحجم يكون عملاق. قليلة شوية، وأتوقع إنه 20 علبة مش حتكفي إن إحنا نصنع أكبر كوكيز في العالم، فاللي حسويه الآن إنه أروح السوق وأشتري أكثر. رحت السوق ورقصت شوية بعدين اشتريت مكونات أكثر عشان الكوكي العملاق. رجعت من السوق ووصلت أعمل دفعة ورا دفعة ورا دفعة ورا دفعة ورا دفعة ورا دفعة لين خلصت، بعدين بدأت أبني الفرن. فعشان نصنع فرننا الخاص للبسكوت العملاق حنحتاج طوب. لا 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 لا، حنحتاج أكثر من كذا بكثير. الكمية هذه بتكفي، لكن طبعا لو احتجت اكثر حروح السوق واشتري اكثر، بس الان خلونا نبدأ ونصنع الفرن. على فكرة ما تحاولوا تعملوا هذا الشيء بالبيت لانه خطير جدا، بس انا واخذ احتياطاتي. 24 hours later. اكيد كلكم تتساءلوا، آية هل صنعتي فرن من قبل؟ لا. هل ابدا استخدمتي فرن من قبل؟ لا. طيب هل ابدا دخلتي المطبخ من قبل؟ الصراحة لا، لكن اليوم هو اليوم اللي حاخترع فرن. مش عارفة ليش انا بعمل كذا في نفسي، لكن لازم نصنع الفرن بالحجم المناسب للكوكي العملاق. وبكل الصراحة انا حاسة انه حيحصل كارثة، لكن حنعمل الفيديو، يعني حنعمل الفيديو. نعم، إنها المخدرات. يا الله.
مش عارفة كيف حاملها جايز، مش عارفة كيف حاملها. استخدمت الأحجار الكبيرة كقاعدة عشان الفرن، بعدين حطيت عليه الحديدة، وهذه الحديدة هي حتكون الصحن اللي هحط عليه الكوكي. وطبعا هذه هي نفس الحديدة اللي استخدمتها بفيديو أكبر بيتزا، ولهذا السبب هو محروق شوية. بدأت أبني الفرن بإني أحط الحجر فوق بعض من الجوانب وكمان من الخلف. رجاء رجاء لا تحاول تسوي هذا الشيء بالبيت، أنا مجنونة، لا تكونوا زيي. بعدين حطيت الكوكي العملاق وغطيته عشان أقدر أبني الطبقة العلوية من الفرن. وبعدين ضفت الفحم. اوكي جايز، بعد يومين قدرت انه اخلص اعمل الفرن. انا عارفه انه شكله بشع كثير، لكن انا بحاول ان اعمل هذا كله عشان نقدر نعمل الكوكي العملاق، فان شاء الله ينفع. وقفوا الفيديو الان واكتبوا لي تحت في الكومنتس كم برايكم حياخذ ساعات عشان ينطبخ الكوكي العملاق. انا برايي يمكن ياخذ 10 ساعات. بعد تقريبا ساعة لاحظت انه الفرن بدأ يسخن والكوكي بدأ ينطبخ. فكل شيء كان ماشي كويس لين حصل اللي حصل. وبعد كذا خففت النار على الكوكي واخذ 9 ساعات عشان ينطبخ الكوكي. بس في النهايه الحمد لله قدرنا نصنع الكوكي العملاق. هنا عندنا الكوكي بالحجم الطبيعي، وهنا عندنا اكبر كوكي في العالم صنع في المنزل. بعد اسبوع كامل قدرنا نصنع الكوكي العملاق، وانا برايي انه يستحق الوقت هذا كله لانه حطمنا الرقم القياسي. دقيقه، حطمنا الرقم القياسي ولا لا؟ خلونا نتاكد. الأسبوع كله ما راحش على الفاضي، ومرينا بأشياء كثيرة، ويعني حركت البيت تقريبا كله عشان أصنع أكبر كوكي، وصنعنا أكبر كوكي وحطمنا الرقم القياسي بنجاح. من جد أنا فخورة جدا بالحجم اللي صنعناه. بدأت الفيديو ب20 علبة من دقيق الكوكي، و20 علبة من دقيق الكوكي يساوي تقريبا 720 كوكي بالحجم الطبيعي، لكن زي ما انتم شفتوا رحت السوق وزودت 10 علب، يعني الكوكي هذا مصنوع من 30 علبة، ف30 علبة يساوي 1080 قطعة من الكوكي بالحجم الطبيعي. فهذا الكوكي اللي صنعناه اليوم يساوي 1080 قطعة من الكوكي بالحجم الطبيعي. زي ما انتم عارفين جايز انا احب الشوكولاتة كثير واحب الكوكي، فطبعا طبعا طبعا هخلص الكوكي كله لحالي، بس اكتبوا لي تحت في الكومنت كم تتوقعوا حياخذني عشان اخلص الكوكي، وتابعوني على الانستغرام وانا حقول لكم هناك كم اخذني وقت عشان اخلص الكوكي العملاق. طبعا جبت معي الحليب هنا، حان الوقت ان احنا نتذوق الكوكي. مش هاخذ كثير.
طعمه يجنن. يمكن مش مستوي 100% واتوقع هذا بسبب الفرن اللي صنعناه، لكن طعمه مش وحش، يعني طعمه حلو بس مش مقرمش زي الكوكي. احس لو خليت الكوكي بالفرن فترة اطول كان حيكون مقرمش، بس للأسف الشديد مش مقرمش كثير زي الكوكي الطبيعي، بس مش وحش. اوكي جايز، اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايش حابين اكبر بالفيديو الجاي، دائما احب اقرا تعليقاتكم واقتراحاتكم. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.